ماهر، مساء الفل، مساء الياسمين، مساء العنبر، احلى مساء على كل اصدقائي ومتابعيني ومشاهديني في كل مكان. طبعا احنا النهارده في طريقنا لقريتي المتواضعه، بلد امي وبلد ابويا وبلد جدي وجد جدي. رايحين النهارده نحضر كتب كتاب عروستنا الجميله ليلى النادي ومحسن محمد بدير. بقول لهم دلوقتي الف الف مبروك يا ليلى، الف الف مبروك يا محسن، ربنا يتم عليكم بخير، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقكم في حياتكم اللي جايه باذن الله، واللي ما اتجوزش يتجوز واللي ما اتجوزتش تتجوز، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يتم عليهم بخير، وربنا يبارك لهم وربنا يبارك ليهم ومبارك عليهم باذن الله، ويخلف عليهم يعني بالاولاد والبنين والبنات، وان شاء الله ان شاء الله موفقين. وانا وكله يدعي لهم ان ربنا يخلف عليهم ايه يا عبيه، واجمع بينهما في الخير. اللهم امين يا رب العالمين. الف مبروك وزغروته حلو.